ذات مرة في غابة الخيزران الكثيفة عاش هناك باندا كسول اسمه بونو. لم يكن بونو يحب شيئاً أكثر من النوم طوال اليوم وتناول براعم الخيزران. لقد رفض مساعدة أصدقائه في جمع الطعام أو بناء المأوى، مدعياً أنه كان متعباً جداً لدرجة أنه لا يستطيع فعل أي شيء إلى جانب التسكع. في أحد الأيام ضربت عاصفة قوية الغابة، مما تسبب في الفوضى والدمار. عمل أصدقاء بونو بلا كلل لإصلاح الأضرار والتأكد من سلامة الجميع، لكن بونو استمر في الاستلقاء على شجرته المفضلة غافلاً تماماً عن المشاكل المحيطة به. ومع احتدام العاصفة بدأت شجرة بونو تتمايل بشكل خطير في مهب الريح. صرخ أصدقاؤه عليه لينزل ويبحث عن مأوى، لكن بونو تجاهلهم معتقداً أنه آمناً في شجرته. ولكن بعد ذلك ضربت رياح قوية الشجرة، مما أدى إلى سقوط بونو على الأرض. هبط بونو بجلجل واستيقظ أخيراً من ذهوله الكسول. نظر حوله إلى الفوضى وأدرك مدى حماقته لتجاهل أصدقائه ورفض المساعدة. منذ ذلك اليوم فصاعداً تعهد بونو بأن يكون صديقاً أفضل وعضواً أفضل في المجتمع. وهكذا تعلم بونو درساً مهماً حول أهمية العمل الجماعي ومساعدة الآخرين في أوقات الحاجة. ومنذ ذلك اليوم فصاعداً عرف بأنه الباندا الأكثر اجتهاداً في الغابة، وكان دائماً على استعداد لتقديم مخلبه للمحتاجين. وكلهم عاشوا بسعادة بعد ذلك،